بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله ولا ليال الله تبارك وتعالى أنبا مهد إسكاله اللي هي عاونا سوى فجيي هل كان إنا نسوغن مادنو أنقو تعديمين إنو نبغين عليه الصلاة والسلام، ولله الحمد على ذلك. إلها كمهد صنار انت أيضا انت كدب ولا ليال موضوع ليغمغ عاوي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الاقتداء به. دبي عداها نبي عليه الصلاة والسلام يو إن لغود دايدو أو نبي قال لغود دايدو دبي عداها إن يواجب تهي رنتي وموضوع آدي آد أبالارا أو حقي سآنا أو سنكرين، لكن وحن ربائنا وحكا إشاره نبي عليه الصلاة والسلام دبيعته سائي أخلاق ذي سه ووح أن لسوكو بكرين وبد وأن حيب لهن صالي أجلك إذا مركا وحويان كليمات أي مكلموين يرير أو موضوع كصة أفصان أمبان إذن لو ذا قايا وحو نبيك قتل مانا عليه الصلاة والسلام حسن الخلق بو نبيك قتل مانا دبي عدو ناكسن أو إلهي السيي سبحانه وتعالى حسن الخلق وشي ممدوح ولا أماني عقلا إيا وشرعا بلغو أماني أحاديث آدي آد أفر بضن باوحي امانيسا دبيعد وناكسنانتا ايوقفك دبيعد وناكسن اصاحبه ثبابك الهي اكتس اوكليه وحكم اذا احاديث تاس قوله صلى الله عليه وسلم: اقربكم مني منزله يوم القيامه احاصنكم اخلاقا. وحو نبي غير عليه الصلاه والسلام كينا اذن كوكو دباشه بدن انيغا حقيقه منزله دا اما الدرجه دا مالنت قيامه وكينا اذن كوكو اخلاق دا وناكسن بويري. سيدو كلا وحو نبي غير عليه الصلاه والسلام: البر حسن الخلق دبيعد وناكس سما فالكو ودبيعد وناكسنان. مركي لسؤالي نبي عليه الصلاه والسلام وحدتك الجنه دا جيليه وحا أغبطنا شذا بدن وحوير تقوى الله وحسن الخلق وإله تقوى ذي سه إيو دبي عدوناك سنان تقلين ننكو دبي عدوانك سنان توحو كو غارايا قف مالنت الصنا هبين كين قيام كجري صلاة الليل اتاقنا قيام كا ايو صوم كا وحو سن كو غارين ان قفكو ايو دبي عدوانك سنان تا كو غارايا سيدو كلا وحو نبي غيري اكمل الناس ايمانا احاصنهم اخلاقا دتك كان اوغو كامل لمدى بدن حق ايمانك أخلاق ذا نبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سكول الدردار من جري دبي عدوناك سنان. أبي ذربا وحكوير اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إلهي كعب سمير والبوجوكتو دبي عدى مركز أدرع سيني ست باوكل بابعين يا حمام
حريص إلهي سبحانه وتعالى حديث كاغتم أوجد آيات دتك أوجد العراتي بإلهي حديث هذا عن له إن الله محمد وقفت اللفسن ودي بوغو لابتي سنين ساسو ayo hagaajinayo iyo tabaadu daraadi bu nabiga sida u sameenay arimaha muhiimka ah saxaabadiisa waa kala shureen jiray waxa yeelay ilaahay ayaa amray wa shaawirum fil amri ba la yiri asagoo rasuul ilaahay ahaa oo uu waxa ku soo deganayo oo ilaahay xaqiisana laga toojiinayo ayuu haddana ilaahay amray inuu mushaawara sameeyo daraadeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waa la shuureeyey maalintii bader talay u soo jeediyeen kadalika maalintii uxud uu la shuureeyey kadalika maalintii khandaqa ghazwat alaxzaab uu la shuureeyey khulaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa ka mid ahaa la tashiga uu saxaabadiisa iyo dadka uu la tashan jiray aayadda wuxuu ilaahay maxabbo dadka quluubtooda inuu u yeelaayo qofka dabeecadda wanaagsan walidaalika ilaahay wuxuu yidhi waluu
تولية قرصورك إيو إمارة إيو أي مسؤولية واجب كو آدتك سيدا سوكرا إن أي دبي عدو ناكسانان أي دتك قولة نغمان سي أي دتك قلوب طوري أي مركة أولا سوقا بلا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مركة تابا كم دهت وإلهي سبحانه وتعالى آيات داوه سوقا بي سيروك لإلهي وكيري في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رسول كاسو وليبا اي دبكو تاي وحا ايدينكا مشاقادا ايو دبكا ايدين قوا او دبكينا دوني مايو وحا ايدينكا ايدين دبا اي اساقنا دبكا ايو ايهنو كلا رسول اي دب عديس سيدا اي تايبا ايدين يمد رسول كاسو هدان الدبالا ايو ايمان كينا ايو هداية دينا ايو عز دينا ايو سعاد دوني اقربا كود دبالا ايو رسول كاسو هدان الددك مؤمنين تا اطرة أنا النحري سنة رسول سداس خلقي سأو يهيبا إذن يمدبا إلهي يري سبحانه وتعالى سدا إلهي كشي غيبو نبغا أها نبي أمد وحي لبكو أه أسيغانا علا سؤار كأيو أها نبي أمد أطرا أنا حري سأو كد ذالا أيو أها وحا دعي جرتي مرارك قار نبغا إنو دونو عمل إلهي وقود نبانا إنو سمايو كدبنا إنو صاحة سوستو عمل كادتك قار إنو لبكو يهي كدبنا عمل كا او كتغو اما او فضوضيو طيب وحالما اذا نصوص بدانو ارنتا كنت مدباد محن ارادا اي ارنكا تسينيس سيدا حديث كي نبغ عليه الصلاة والسلام اولها اوكالي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة امد اذا انا نبايا انكبقى مويانو وحن أمر لها إن الرميستان مرول بي وسقادنا يا أما مرول بي صلاة الدكان يا يعني أمر إيجاب أيان أمر لها لكن وحن أن أمر إن أمر إيجاب إن أيجا نبكون نقطان كبقى يا بوي يعني أمدي أيو مشقة إيو نبكا وكإلى لنا يا وأطرا يا وأن حريصنا يا سيدا سلام إذا نبقى عليه الصلاة والسلام حوج على صلاة عشاء ثلث الليل كأنه سو جارسية أيو جعلا لكن هدنا وهرمرين جريو أول وقت بودو كان جري نحريس ودتك أو نحريسانا يا أوجي مركو أركو نبي عليه الصلاة والسلام دتك إني سو كل من صلاة ودد جن جري نحريس وأيجا أو نحريسانا يا أوجي هبين هبين هذا كم إذا أيو صد بدعي إلى مركا هبين كا أول كيسة إن بدنو كم إذا أو تجي markaasuu saxaabadii ku soo baxay markaas wuxuu yiri salaada cisha waqtiga ay ku fiican tahay waa waqtigan laakiin waxaan ka baqayaa umadeeda inay dib ku naqato kale arinta marka waxay tusinaysaa naxariista uu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu umadiisa u qabay sidaas oo kale salaada taraawiixda dhowr habeen buu dugtay asigoo ku talagelinin jamaaco baa wuxuu arkay in dad ay ku soo xiranayaan habeenba habeenkii ka dambeysana ay dadka soo zaaidayaan صلاة التراويح ذو نبي إسكت نافي عليه الصلاة والسلام أسيقو كبقايو ومدى إن لغو واجب يلو أي مشاقكو نقطو كذلك في ليلة الإسراء والمعراج نبي عليه الصلاة والسلام إيو أمدي سكنتن صلاة باللسوسيي ما أوسن كزول إله سبحانه وتعالى إنو تخفيف ويدينايو إلا كنتن كي صلاة لغد لغي شن صلاة لغد لغي مروى البنى وحودها إن أمتي لا تضيق ذلك أمدي إذا أرن كان مأبوذي سساس ونبقى دها عليه الصلاة والسلام أرمها صورنا مركة وحي كتو سنعيان نحريس النبقى إيو شفقة النبقى أي كتو سنعيان مرارك غار وحا دعيس صلاة أسيقو جماعة الدكينة أو أنصار إيو مهاجرين أي قداشي سكو الدكينة أو الضمر أي قداشي سكو الدكينة أسيقو الربو إنو صلاة ديريو إنو مقلو عنق يرؤهن تيسا إنو مقلو مركا كدبنا مركا أو صلاة إسكا صوفو ديو
asigoo ka baqayo cunuga hooyadii laga yaabo inay jamaacada ka mid tahay way arintaa marka ku dhibaatooto marka nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeecadihiisa waxaa ka mid ahaa inuu ummadda u diidi jiray culayska iyo mashaqada iyo dhibka inuu ummadda u diidi jiray sidaasoo kale ilaahi subxaanahu watacaalaa wuxuu nabiga asigoo dabeecaddiisi ammaanaayo qur'aanka wuxuu ku yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim nabiyullaahi muxammedow waxaad ku dul sugan tahay dabeecad weyn ayaad ku dul sugan tahay waa shahaadu min allah ilaahi subxaanahu watacaalaa baa nebigiisa wuxuu u qirayaa khuluq cadiim ah nabiga inuu ku dul sugan yahay wixii ilaahay cadiim uu ku tilmaamane wax ka weyn ma jiraan maxaa yeelay shay ilaahay qaliil uu ku tilmaamay baa annaga nala weyno wixii ilaahi subxaanahu watacaalaa cadiim uu ku tilmaamayne waa shay weynoo annaga caqligayni mustabihiisii ka badan wo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeecaddiisu sidaasay ahayd ummuna caaisha radiallahu tacaala canha markii la su'aalay dabeecadda nabiga calayhi salaatu wasalaamna laga su'aalay waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeecaddiisu waxay ahayd qur'aanka bimacnaa qur'aanka ayuu ku camalfali jiray waxyaalaha qur'aanka uu faraayo oo abaamira ayuu qaadan jiray waxyaalaha qur'aanka uu ka nahyinaayana uu ka reebtoomi jiray waxaa nooga filan dabeecad wanaagsanaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam anas ibni maalik oo nabiga u khidmeenaay wuxuu yidhi khadamtu rasuula allaahi sala allaahu calayhi wasalama 10 siniin rasuulka ilaahay yaan u khidmeeyey muddo 10 sano wuxuu yidhi anas maa qaala lii fii yowmin qad uf nabiga calayhi salaatu wasalaam weligii hal maalin ima dhihin hadal xun walaa qaala lii fii shay-in lam afcalhu lima lam tafcalhu shay aniga aanan samayninne ma uusan i dhihin maxaad u samayn weyday sheegaan walaa lishay-in facaltuhu lima facalta shay aniga aan sameeyeyne ma uusan i dhihin sheegaan maxaad u samaysay ma uusan i dhihin waxay ku tusinaysaa marka dabeecad wanaagga nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu siiyey waxaa dabeecadihiisu ka mid ahaa dacaamka iyo cuntada inuusan wax ka sheegin uusan ceebaynin hadduu ishtiheeyana inuu cuno haddii kalena inuu ka tago waxaan ku soo gebagabaynayaa nin yahuudi baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam oo nabiga deyn ku lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam gaalada wuu la tacaamuli jiray yahuudiga markaasuu nabiga hadalka ku adkeeyey saxaabada nabiga marka ninka yahuudiga inay u gacan qaadaan bay hamiyeen markaasuu nabiga yidhi iska daaya ha hadlo fa inna lisaaxibi alxaqi maqaalan saaxibulxaqa wuxuu leeyahay inuu hadlo xaq baa ka maqan inuu hadlo wuu leeyahay ee ha hadlo idinku marka waxaa idinla gudboon buu saxaabada ku yidhi inaad amartaan ninkan inuu aniga isugo oo fursad isiiyo uu deyntiisa ku gudo anigana inaad i amartaan si wanaagsan inaan deynta u gudo inaad i amartaan tan idinka idinla gudboon sidaas ayay ahayd buu nabiga saxaabada ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mar oo maraadka ka mid ah asigoo nabiga ka yimid khaswatu xunayn ilaahi subxaanahu watacaalaana muslimiinta uu u gargaaray xoolo badan iyo ghanaa'im fara badan iyo fe'na la helay nin acraabi ayaa nabiga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam reerbaadiyuhuna waa dad aad u qallafsan acraabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu go'a ku jiiday si adag buu nabiga go'a ugu jiiday ilaa go'a nabiga maxaan idhaahdaaye qoortiisa uu ka saameeyey go'a darafkiisii markaasuu ninkii acraabiga isagoo ficilkaa adag nabiga ku sameeyey ayuu haddana hadal adag buu nabiga ku yidhiyo isii buu yidhi waxa ilaahay kuu dhiibay oo maala maalka adiga gacantaada ku jiro ma aha maal hooyadaa ay leedahay iyo maal aabbahaa uu leeyahay intuu nabiga acraabiga eegay uu milicsaday buu dhoola caddeeyey markaasuu ninkaa acraabiga u amray in xoolo la siiyo oor loo raro ayuu nabiga u amray calayhi salaatu wasalaam arrimahan marka waa tusaalooyin ka mid ah khuluqa nabiga calayhi salaatu wasalaam loona baahan yahay in nabiga looga daydo calayhi salaatu wasalaam waxaan rabaa marka kelimadayda inaan intaasi ku soo gaabiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin aquulu qawlii haada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu